الأبقار كائنات اجتماعية تحب التواصل والحوار وتهوى التعبير عن مشاعرها. هذا ما أكدته دراسة أسترالية جديدة تابعة لجامعة سيدني، مشيرة إلى أن للأبقار لغتها الخاصة، فهي تتحدث مع بعضها البعض عن الطعام والطقس، ولكل منها صوتها الفردي الخاص الذي يبقيها على اتصال مع القطيع. وكشفت الدراسة أن الأبقار تستجيب للمواقف العاطفية الإيجابية والسلبية، وأن هذا يؤثر على إنتاجها من الألبان. كما أكد الفريق البحثي أن الأبقار يمكنها التعبير عن الإثارة أو الارتباط أو الضيق، وأن درجة الشعور بالسعادة والحب تظهر جلية في نبرات أصوات الأبقار. كما يستخدم الباحثون تطبيقا يسمى جوجل ترانسليت فور كاوز للحصول على فكرة أفضل عما تقوله الأبقار. وتشير الأبحاث إلى أن الأبقار تعشق الموسيقى وتطرب بالاستماع إليها، حيث تتحسن حالتها النفسية وتكون أكثر إنتاجا للألبان. ويمكن لهذه النتائج وغيرها من الأبحاث التي تعنى بالأبقار أن تساعد المزارعين على تحسين صحة الماشية والحفاظ على سعادتها من خلال ترجمة أصواتها وفهم حالتها المزاجية.